رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معنا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارح شريف، كمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستغرام شريف مدكور تي في. عندنا النهارده مأكولات بحريه على مزاجي ومزاجكو، وشيف يوسف ما بيهزرش. بحب انا حلقه المأكولات البحريه. انت مهتم، انت من اكتر الناس. انا بحب البحر وبحب الحاجات اللي بقالي انا بقالي سنين ما نزلتش البحر. اوف سنين. لا انت ازاي؟ ده الواحد بيتغسل لما بينزل البحر كده. يلا اخبارك ايه؟ تمام يا حبيبي. انت طيب؟ زي الفل. طول عمرك يا طيب القلبي حبيبي. ايه ده؟ دي كابوريا مع الذره. بجد؟ سيريسلي؟ سيريسلي. كابوريا وذره بييجوا مع بعض؟ طعمهم حلو قوي سوا. طيب مش عارف، هنشوف هندوق. وايه ده؟ ده السافيتشي اللي هو سلطة. هو ده؟ هو ده السافيتشي. بتاع بيرو؟ بتاع بيرو. تعرف عاصمة بيرو ايه؟ لا ايه؟ انا مش عارف. انا عارف ان بيرو في امريكا الجنوبية. ايوه في الجنب. بيتكلموا سبانيش. بيتكلموا، لا مش سبانيش، بيتكلموا برتوجيز. برتوجيز؟ اعتقد. مش سبانيش؟ مفيش حد في امريكا الجنوبية بيتكلم سبانيش. غير بلد واحدة بس مش عارف ايه هي. اوكي. والباقي كله برتغالي. اوكي. وبيرو مش عارف، مش فاكر عاصمتها ايه. طيب وايه ده؟ دي صينية بطاطس بالسبانخ والبسلة والسمك. كله ده مع بعض؟ كله مع بعض. وازاي خضرة كده؟ وجبة عشان فيها سبانخ وبسلة. وبسلة. بيريه. طب عاصمة بيرو ايه؟ لا شوفوا لي كده عشان انا نسيت ومتعصب. كويس قوي ان انا عارف انها من بيرو، يعني ده حلو قوي، ده انا ذاكرت كده. بيرو عاصمتها ايه يا رما؟ مش عارفة. بتدوروا؟ مفيش أي حد فيكم عارف؟ إيه الخيبة دي؟ طب بيرو دي في أمريكا الجنوبية صح؟ طبعا. لا لا ماشي. بيرو وتشيلي وبرازيل وفنزويلا وإيه؟ كولومبيا وكولومبيا ودومينيكان ريبابليك وكل ده. بالظبط هم دي. دي دي أمريكا الجنوبية. تمام. تهيألي هي أمريكا الجنوبية دي على رأسها فوق أول بلد هتلاقيها فنزويلا. خلاص؟ وبعدين برازيل بقى والأرجنتين. ليما بيرو. ليما ايوه صح، مع ليما بيرو. ليما اوكي. انت ازاي فاكر كل الجغرافيا دي؟ يعني دايما بتقعد تسالني اسئله في الجغرافيا دايما فاكر. اصل لو قلت لك مش هتصدقني. ايه بقى؟ من حفله ملكه جمال العالم. بتهرج والله العظيم. ده اللي خلاك وانا طفل صغير كنت بحب قوي اتفرج على حفله ملكه جمال العالم، كانت بتيجي في التلفزيون المصري زمان في الثمانينات الكلام ده او اخر السبعينات او الثمانينات. فكانت كل بنت بتطلع لابسه الناشونال كوستيوم اللي هو اللبس أيوة. التقليدي صح. بتاع البلد، وتطلع مثلا تقول ام فيكتوريا ايه من ليما بيرو. فانا افهم ان ليما عاصمه بيرو. مش عارف ايه ام ايه من كاراكاس فنزويلا. ورحت جايب بقى كره الارضيه قعدت ادور البنات الحلوه دي في اي بلاد. طريقه غير تقليديه خالص لدراسه الجغرافيا. ما انا كل حياتي اي حاجه بحفظها لازم احفظها بطريقه غير تقليديه. فبقى جيت على الاخر بقيت حافظ كل الدول العالم من خلال البنات دي. طب مين ملكه الجمال مش تنساها ابدا شكلها؟ من بورتوريكو. بورتوريكو كانت ملكه جمال العالم سنه 1985. كانت من بورتوريكو. وممكن افتكر لك اسمها. لا ده انا هجوجل مين بورتوريكو 95. طب طلعونا صورتها يا روبا. خشي اكتبي ميس يونيفرس 1985 ملكة جمال العالم كانت من بورتوريكو. مصر كسبت ملكة جمال العالم سنة 51 او حاجة زي كده على فكرة. ولبنان كسبت ملكة جمال العالم جورجينا رزق. جورجينا رزق دي نعرف. مرات وليد توفيق طبعا سنة 72 او 73. البنت بقى اللي انا بقول لك عليها دي اللي كسبت في من بورتوريكو 85. 86 اللي كسبت كانت، انا نسيت منين، كانت من اعتقد فنزويلا. كانت زي القمر. دي الطريقه بتاعتك دي ازاي؟ انا في وش كده اصل بحبه جدا. هات لنا يا روبا، هات لنا اللي كسبت سنه 85 من بورتوريكو واللي كسبت سنه 86 من اعتقد انها كانت من فنزويلا. وفي بقى اغنيه ماي فيفورت سونج. ايه بقى؟ بس انا ناسي اسم المغني. اللي هي يو فيل اب ماي سنسز. الأغنية دي هو عارفة. غناها للبنات في 1985. أنا عارف الأغنية بس مش عارف مين اللي بيغنيها. مش عارف إزاي راح من بالي. ما علينا. لقيتوا الصور؟ أنتوا هتقعدوا فترة عشان تشوفوها. ماشي. يلا نبتدي. عايز إيه؟ نبتدي بصينية السمك. يلا صينية السمك يا ولاد. لغاية ما تلاقوا الصور.
يلا هنحتاج نص كيلو سمك فيليه، اي نوع فيليه. هنحتاج نص كيلو سمك فيليه، نص كيلو بطاطس مهروسه، كوبايه سبانخ، كوبايه بسله، كوبايه جزر، كوبايه بصل، معلقتين عصير ليمون، معلقتين زبده، كوبايه كبيره لبن، كوبايه صغيره دقيق، معلقه مستارده، وملح وفلفل. اوكي. يلا نبتدي. واحنا بنتكلم عن ملكات جمال العالم، خلينا نقول ان مصر في التسعينات كان في امينه شلبايه اشتركت في ميس يونيفرس. وقبلها كان في استاذه هدى عبود اشتركت في ميس يونيفرس. وكان في سالي شاهين اعتقد اشتركت في ميس يونيفرس. وكان في مسابقه انا كنت بزحها، ملكه جمال مصر 2016 تقريبا، كان فيها امينه اشرف. راحت ميس وورلد في انجلترا وانا رحت معاها اتفرجت على الحفله. واو. وكان في نفس السنه كان في لارا دبانا مصريه اشتركت في ميس يونيفرس، كانت في سان فرانسيسكو. في احنا الجمال المصري برضو ما فيش زيه، معلش يعني. طبعا على جنب، لينا ستايل مختلف. يلا قول لنا كده هتعمل ايه. انا هبتدي الاول طاسه سخنه هحط فيها اللبن. احسن حاجه ان كل حاجه سخنه جدا جدا. بعدين وهجيب السمك، دي طريقه غير تقليديه. احط السمك في اللبن. السمك في ليه؟ ده بولتي في اللبن. بولتي في ليه؟ بولتي في ليه؟ حطيته في اللبن. سمك لبن تمرهين. أيوة انا عارف. على فكره انا كنت مستني سمك لبن تمرهين دي بتاعتك اهو. بس هقول لك على حاجه، الطريقه دي بتخلي كل الفليفر والطعم بتاع السمك في الصوص ده. اوكي انا عارف انها طريقه مش تقليديه، بس اسمع مني. بس اكيد طعمه حلو. قول لنا شكل السمك كده اهو. انا هسيبه في اللبن شويه لغايه اما ايه، يا دوبك بس ايه يعني، شويه صغيره قوي لحد ما يبتدي ياخد لون. اوكي انت لا احطها على الرخامه عادي عشان ما نبهدلكش الدنيا. لا ما الرخامه دي للبهدله. طيب اوكي. في طاسه ثانيه بقى شويه زيت صغيرين. جبت لكم عقده. ايوه ده انا بقيت ماشي بالكهرب في البيت منك اصلا. برافو برافو. هنحط عليه، هنحط بقى في الطاسه الثانيه ايه، زبده. زبده وزيت زيتون. حطيت زيت زيتون صح؟ حطيت. واديني بقى البصل والجزر. ادي البصل والجزر وادي الجزر، وهسيبهم بقى ايه شويه عشان الجزر مهم بقى في الوصفه دي معايا، عشان بيدي كده سويتنس شويه او بيخلي طعم الحاجه حلوه شويه. وبعدين وبعدين يا سيدي انا سايب دي شويه كده. ممكن بقى ايه نبتدي هنا، شوف بقى الخليط اللي انت عايز تحطه. هلو الصبر. بص هو اول ما هيبتدي يلون كده عشان انا مش عايزه اخلط لك ايه هنا في الكبيره. بطاطس. يا ريت. ايه هي البطاطس دي؟ بطاطس بيوري مهروسه. بطاطس مسلوقه. بطلع السمك من اللبن بس كده. ماشي خلاص. اللبن ده هتستخدمه؟ هستخدمه طبعا. بس إيه بقى؟ هشيله من على النار عشان ايه ما يتحرقش. هنحط ايه بقى عليه؟ هقول لك حالا دلوقتي. ايه ده تحت؟ السمك هتعمله في ال لا 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 خالص، انا الكبه دي عايزها عشان البسله. هتحط عشان البسله في الكبه؟ عايز بص يعني جرايند واحده بس، يعني فرمه واحده بس. هات. طبعا احنا كبتنا جامده انت عارف. دي بسله مسلوقه ها؟ دي مسلوقه سوري. كده كفايه. تورنيدو اهو. بس ذاتس ات، مش عايز حاجه ثانيه. حلو قوي عشان انا طب لا كلها معلش ما لحقتش. خلاص كده. حلوه قوي. احطها لك على ايه؟ هنا. اوكي. يبقى البسله اهي هنحطها على البطاطس. عايز دي؟ اتفضل يا فندم. لا انت خدها. نيش اوكي. عايز الكبه تاني؟ لا تمام كده. انا مش حابب افرمها للاخر قوي عشان ايه؟ انا بحب الخضار كله يبقى ليه قوام شويه. بعدين؟ بعدين يا سيدي بقى انا عايز الجزر بالبصل. الجزر بالبصل عليهم؟ لا 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 لسه. احط عليه ايه؟ احط عليه شويه دقيق
وحضرتك تقلب لي تقليبه حلوه. حاضر. ممكن تاخد دي؟ لا دي اهو. بالسمك بقى تاني. ما بتفتفتوش؟ هو بقى انت وانت بتقلب هيتفتفت. ثانيه واحده. يعني وانت بتقلب هتلاقيه اوريدي هو بيتفتفت. طبعا انا يفضل اجيب سمك ما فيهوش شوك طبعا للموضوع ده. احنا بنختاره نوع فيليه. اي نوع فيليه، لو عندك كاليماري، لو عندك كاليماري يبقى حلو. انا بحب الكاليماري. احطه بقى في ال هنحطه هنا. هنا. ايوه ده عامل لي طبقه. وهبتدي بقى ايه؟ اعمل الطبقه الثانيه كده اهو. ده بيتحط فوق اي حاجه بعد كده؟ لا هو كده بيخش. اوعى تحطه جبنه بقى ولا كده. لا 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 مش محتاج خالص، هيضيع الطعم بتاع. هات الجنب ده في الجنب ده. حاضر. ما هي اصلا المفروض تبقى من النص عاليه شويه. خد اهو. بس كفايه. كفايه؟ طيب حاضر. هات هنا. بس كفايه. ممكن بقى ايه؟ دي بتخش الفرن الجراتان؟ لا دي بتخش نص ساعة. نص ساعة؟ ممكن انت بقى لو عايز توزع كده عشان بس يبقى ليها شيب في الآخر. خش الفرن نص ساعة. درجة حرارة عالية؟ ميديم، متوسطة. لحد ما البطاطس من فوق تحمر شوية يبقى شكلها زي ما أنا عاملها كده. أوكي، ميرسي. هاتوا لنا كده الشكل النهائي للاكله لو سمحتوا. هي اسمها ايه الاكله؟ بطاطس بالسمك والبسله والسبانخ. يلا طيب احنا بقى سمعك اغنيه. يلا بينا. للعندليب عبد الحليم حافظ حبيب قلبنا الله يرحمه. الله يرحمه. وصوت الجميل فنان ونجم 24 شريف استاذ حسام حسني. جاهزين؟ يلا يا حبيبي. يلا يا اولاد مزيكا، وبعديها ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم نعمل تاني طبق مع شيف يوسف ونوريكم صور وهجيب لكم فيديو كمان للعرض اللي كانوا بيقولوا فيه اسامي البلاد وانا ازاي عرفته وذاكرته. يلا مزيكا. بعيدة بعيدة قالوا شفايفه، قالوا شفايفه نايات بتقول تنهيدة. قالوا الصبر، قالوا الصبر بحور بعيدة 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 قالوا شفايفه، قالوا شفايف نايات بتقول تنهيدا. وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا بعيوننا السايا نساي. وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا بعيون نسايا نسايا. قالوا الصبر، قالوا الصبر بحور بعيدة 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 قالوا شفايفه، قالوا شفايفه نايات بتقول تنهيدة. تستنى والنجم معايا دوبني ودوبنا بعيوننا السايا نساي. وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا بعيوننا السايا نساي. ليه
خدوني ليه ليه يا قلبي ليه ليه خدوني ليه توهوني غربوني توهوني غربوني لعيون السود ليه خدوني كامل الأوصاف بدني والعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني يا ليلي يا عين كامل الأوصاف بدني والعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني يا ليلي يا عين. برافو يا حسام. I love you. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية. أول صنف عملناه السمك بالبطاطس مع ال إيه؟ السبانخ والبسلة. هنعمل إيه؟ الكابوريا ولا إيه؟ لا هنعمل السافيتشي أو الجمبري من تشيلي اللي هو ده اللي هو الجمبري البيبي شريمب جمبري الصغير مع السلطة. سلطة ده سلطة. يلا مقاديرك. المقادير هنحتاج نص كيلو جمبري صغير مقشر، كوباية بصل أحمر، كوباية خيار، كوباية فلفل حراق، كزبرة خضراء، كوباية كبيرة من عصير الليمون. بس كده. اوكي يلا نبتدي. يلا اول حاجة هعملها هو مفروض الصح يا شريف هو زيت زيتون وملح. ما قلتش ما قلت زيت زيتون وملح. خلاص مش مهم. انا قلت طيب. زيت زيتون وملح. جوهري اصلا قاعد جوه من ركز. شيل اللي ما قديش يا جوهري. كده انت جايب حلة مليانة مية مغلية. مغلية ليه بقى؟ هو الصح بتاعه ان هو يستوي في حمض الليمون بس من غير ما ننزله في المايه المغليه. بس احنا عشان نضمن يعني السيفتي وان ما فيش بكتيريا خالص هننزله نزله واحده صغيره قوي ونطلعه. يلا اوكي معلش. اول بس ما لونه يبتدي يبقى يتغير سنه هطلع البصل. لكن هو يعني اصول الصح بتاعه بيستوي في الحمض بتاع الليمون. انت كده حطيته في ميه مغليه. اوكي انا فين بقى حمض الليمون اهو. هتحط ده في ده. استنى لا ثانيه واحده لسه اصبر بس هجيب طيب. لك حاجه غويطه. ماشي هجيب لك حاجه غويطه. اوكي ممكن تحطه في دي. يا ريت يبقى ماتش ماتش باتر. حاسب ايدك بس خافش عليا. فين بقى حمض الليمون نحطه عليه. يلا بينا اهو. بص يا ولاد حطه بقى قدام الناس هنا عشان يشوفوا. اوكي ليمون يعني هو ليمون ده عصير ليمون. خلاص انت مش عايز بس ده. لا خلاص ولا البوتاجاز اصلا. عصير ليمون بنسيبه على الاقل ساعه في الثلاجه. ساعه في الثلاجه. هيطلع من على الاقل عشان هو بيكمل سواه في الليمون. بعدين بقى هنبتدي بقى نخلط الحاجه بتاعتنا اللي هي فلفل حراق، بصل احمر، خيار، وهنطلع دم منه. كزبره حلوه دي. وبعدين ملح وفلفل غرفه في ده عشان تعلمتني الملح والفلفل قبل الزيت. أيوة. صح؟ صح 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 صح. بس اشيل بقى دم الميه. من الليمون. ممكن تجيب لي اي حاجه اسند بيها. شوكه. شوكه حاضر حلو اهو. كده هنصفيه من الليمون ونحطه على ده صح. اوكي اهو. تعالى بقى قلب. ماشي وهات زيت الزيتون. زيت الزيتون اهو. يلا
بس ده كده قعد على الاقل ساعه في الثلاجه. ساعه في الثلاجه يا جماعه. احنا ما سبناهوش. وممكن احط عليه بقى اي نوع خضار تاني، عايز فلفل الوان، عايز طماطم. هو فكرته كلها ان هو بيبقى طعمه مختلف عشان بيتسوى في الحمض بتاع الليمون. ممكن اسيرف هنا يا شريف؟ طبعا انا جايبه لك عشان كده. الفيديوهات جاهزه؟ بيتقدم بقى بارد مع عيش ناشف او حاجه، بيبقى لطيف قوي بقى. يلا عشان هو خلص وعايز اعرض الفيديو. وعجباني قوي طريقتك ان هي ده اللي علمك الجغرافيا دي. طريقه يعني انت شفت بقى الخمسه اللي هم كانوا واقفين. الرابعه طلعت من اوروغواي، والثالثه طلعت من فنزويلا، والثالثه طلعت من زائير. وهي فضل اثنين، واحد اللي هي اسبانيا والملكه من بورتوريكو. انت عارف الاغنيه اللي كسرت الدنيا من كام سنه دي اللي هي كانت ديسباسيتو دي كانت معموله في جزيره بورتوريكو بجد؟ هم الـ 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 المغنيين من بورتوريكو. وريكي مارتن اعتقد انه ريكي مارتن من بورتوريكو. ده انا مبسوط ان انا جبت السافيتش عشان اتعلمت كل الحاجات دي. طيب لغايه دلوقتي احنا عملنا حاجتين، عملنا ايه وايه؟ عملنا صينيه البطاطس بالسمك والبسله، وعملنا السافيتش الجمبري سلطه. اوكي هنسمع دلوقتي قول لي متى اشوفك لابو بكر سالم، وبعديها نرجع نعمل الكابوريا. كابوريا مزيكا. شوفك يا كامل وصفات، قل لي متى، قل لي ما تسمح ظروفك، قل لي متى شوفك يا كامل وصفات، قل لي متى، قل لي ما تسمح ظروفك، بنسى أنسى الدنيا من ساعة ما شوفك، قل لي متى، قل لي يا سيدي المظالي، قل لي متى شوفك يا كامل وصفات، قل لي متى، قل لي ما تسمح ظروفك، بنسى أنسى الدنيا من ساعة ما شوفك، قل لي متى، قل لي يا سيدي المظالي. قل لي متى، قل لي ما تعطف وتاتي، يا طيف احلامي واغلى امنياتي، قل لي متى، قل لي ما تعطف وتاتي، يا طيف احلامي واغلى امنياتي، يا زين انا احبك اكثر من حياتي، قل لي متى، قل لي يا سيدي المظالي، قل لي متى اشوفك يا كامل وصوفك، قل لي متى، قل لي ما تسمح ظروفك، بنسى انسى الدنيا من ساعة ما اشوفك، قل لي متى، قل لي يا سيدي المظالي. يا هلا يا هلا يا هلا، ثلاثة هلا. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، شارع شريف. از كابوريا، از كابوريا، لو از ايه صح كده؟ صح كده جدا. الطبق اللي هنعمله؟ ايوه كابوريا. كابوريا شكلها يجنن ومغري جدا. مقاديرك هنحتاج كيلو كابوريا، اربع عيدان ذره، بصله كبيره، اربع فصوص ثوم،
كوبايه شبت مفروم، بشره ليمونه او عصير ليمون، معلقتين زبده، كمون، شطه، ملح وفلفل. فيري نايس. يلا ادي المقادير نخش على طريقه التحضير. يلا بينا. ها عايز ايه؟ عايز حاجه اقلب بيها، اي حاجه اقلب بيها. انا الاول هبتدي بان انا احط الزبده على النار. فتح الدرج ثلاث مرات يدور على البتاعه دي ما شافهاش. ايه ده؟ اه تصدق ما شفتهاش؟ ابشر لك على فين؟ لسه دورك جاي. دورك جاي دي اغنيه على فكره. اربع فصوص توم. بصوا الكابوريا طالعه عليها لما بنشتريها بتبقى لونها ازرق. وطبعا الكابوريا النوتي بتبقى احلى. بيبقى فيها بطارخ. صح. بس يلا اتفضل. وبعدين دي شطه وكمون مع بعض. وحضرتك بقى ممكن ايه تساعدني في الكابوريا ان احنا نحطها هنا عن اذنك عشان الريحه بتاعه الكمون مع الشطه بتبقى قويه شويه. مش كلها عشان نكفي شويه ذره بقى. وهزود ذره. اوكي بس كده. ابشر الليمون. اصبر. ايوه وليه ابشر الليمونه طبعا هنا اهو عليهم كده. بشر الليمون يا ولاد مع عصير ليمون كمان. مع عصير ليمون ونسيبها تستوي. شبت احطه كله يا ريت. وهزود شويه ميه شويه صغيره قوي. اوكي وايه الملح ده معاهم؟ ملح خشن. لا مش كله مش كله شويه بايدك شويه صغيره ونسيبها تستوي. تستوي يعني ايه؟ يعني لونها يحمر. ايوه اول ما لونها بيبقى احمر كده بتبقى تمام. ممكن عارف تقلب ولا صعب شويه؟ لا اتس اوكي. طيب احكي لنا كده عملت ايه النهارده السفره؟ طبعا تجنن. احنا يا سيدي عملنا صينيه بطاطس بالسبانخ والبسله والسمك. وعملنا السافيتشي او الجمبري اللي مستوي في حمض الليمون. وعملنا الكابوريا بالذره شكلها حلوه قوي. الكابوريا دي التركيبه مع بعض بتبقى لطيفه قوي في الاخر. بشكرك يا شيف يوسف. شرفتنا ونورتنا واكلتنا اكلات حلوه. ميرسي ليك. شكرا يا شيف يوسف اكرم. خلونا بقى دلوقتي ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم وفكره كولوسيز مع دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الصدريه والمستشار الطبي لشركة AMD للأدوية. خليكم معنا لو سمحتم.